أحد أصحاب رسول الله الأجلاء العظماء هو أنس بن الحارث الكاهلي الأسدي رضوان الله تعالى عليه. هذا الرجل العظيم أنتم ترون عنه رواية تثبت أن رسول الله صلى الله عليه وآله حث على مناصرة الحسين صلوات الله عليه، وبالفعل الرجل كان وفيا لما سمع هذا الأمر من رسول الله صلى الله عليه وآله، ترك كل شيء وذهب واستقر في كربلاء. كان الحسين آنذاك طفلا صغيرا وكان هذا الرجل شابا، فلما جاءه الحسين في كربلاء بعد 50 سنة تقريبا كان قد أصبح هذا الرجل شيخا، وكان أول من استقبل الحسين عليه السلام في كربلاء. كان هذا الرجل أول كربلائي في التاريخ، وقاتل بين يدي الحسين عليه السلام وقتل شهيدا. في تلك الفترة، هاي 50 سنة، كان يأتي بعض الرحالة، بعض المصطادين، بعض من يتبدون في البادية، لأنه كربلاء كانت صحراء، فيجدون هذا الرجل في خيمة جالس هناك. نقلت قصته مفصلة في إحدى المحاضرات السابقة. يسألونه ماذا تفعل ها هنا، فكان يجيبهم سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله كذا، فأنا لا أريد أن يفوتني شرف نصرة الحسين، أخاف أنه أروح مكان آخر ولا أدرك الحسين وأنصره. انظروا إلى هذا المبدأ العظيم، انظروا إلى هذا الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وآله. أنقل لكم، طبعا ترجمته معروفة في الإصابة لابن حجر، في أسد الغابة لابن الأثير، ينقلون كلهم في ترجمة أنس بن الحارث هذا الكلام، أنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن ابني هذا، يعني الحسين، يقتل بأرض يقال لها كربلاء، فمن شهد منكم ذلك فلينصره. وأنا هنا أخرج أيضا لهذا الحديث في تخريجا يقبله ابن تيمية المفروض. لماذا؟ دققوا. ابن تيمية يقول عن البغوي، البغوي المعروف، يقول إنه من أعلم وأصدق من كتب مقتل الحسين، لأنه يسند ما ينقله عن الثقات. فهو إذن يقر بأن البغوي من أصدق وأعلم الناس في قضايا الحسين عليه السلام وما جرى عليه وما يتصل بذلك. هذا البغوي يروي عنه ابن كثير الناصبي المعروف والسلفي المعروف في كتابه البداية والنهاية في المجلد 8 الصفحة 201، يروي عنه هذه الرواية. يعني البغوي أيضا بدوره يروي وينقل عن أنس بن الحارث أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إن ابني هذا الحسين يقتل بأرض يقال لها كربلاء، فمن شهد منكم ذلك فلينصره. إذن رسول الله صلى الله عليه وآله بناء على هذه الرواية الثابتة دعا أصحابه أصلا إلى أن ينصروا الحسين عليه السلام. أمعقول أنه يدعو أصحابه إلى نصرة من لا يكون في خروجه لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا، وأنه بسبب خروجه وقع شر عظيم وفساد كبير؟ ها هنا أنت تستغفر الناس، تقول رسول الله لم يثني على أحد لا بقتال في فتنة، وها هو قد أثنى على الحسين بهذا القتال ولا بخروج على الأئمة، ها هو الحسين قد خرج على أئمتكم على يزيد وابن زياد، ولا نزع يد من طاعة، هذا هو الحسين نزع يده من طاعتهم وقال لا والله لا أعطيكم بيدي إعطاء الذليل،
ولا مفارقة للجماعة، هذا هو الحسين قد فارق جماعتكم وشذ عنكم وذهب هو والثلة المخلصة من أصحابه وقاوم الطغيان والكفر والفساد واستشهد مظلوما على رمضاء كربلاء. ومع هذا كله رسول الله انحاز إلى الحسين وقال: من شهد منكم الحسين فلينصره. فإذا كيف تقول لم يثني رسول الله على أحد في هذه الأمور؟ ها هو قد أثنى. وإن كنت منصفا لوجب عليك أن تقول: بل أثنى أيضا رسول الله على أمير المؤمنين عليه السلام في هذه الأمور، في القتال في الفتنة. وهذا أمر لا يحتاج إلى إقامة الدليل عليه، أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان دائما ما يعلن في حروبه الثلاث أن رسول الله عهد إليه أن يقاتل الناكثين، عائشة وأصحابها في البصرة، والقاسطين معاوية وأصحابه في صفين، والمارقين الخوارج في النهروان.